وحول الأوضاع الميدانية والإنسانية بقطاع غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا حازم البنا، ومن القدس مراسلنا نضال كناعنة. أبدأ معك حازم، ضعنا في صورة آخر تحديثات المعلومات حول ما تتعرض له مناطق متفرقة من غزة بقصف طال الميناء والساحل وأيضا بعض الأحياء هناك بشمال القطاع. نعم، عمليا الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل هذه الطلعات الجوية بأسراب من عشرات الطائرات المقاتلة تضرب في تحديدا ثلاثة محاور رئيسية في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط، تغير على منطقة الساحل، تضرب منازل في الشمال وفي الوسط. وعمليا هناك يعني معلومات عن وقوع ضحايا جدد من المدنيين جراء هذه الضربات المكثفة. وفي المقابل هناك أيضا تطور لافت في استخدام بعض الأسلحة المحرمة دوليا والتي تم استخدامها في حرب عام 2008 في قطاع غزة، وهي قنابل الفسفور الأبيض. لاحظنا هذا بالعين في منطقة الشمال الغربي هنا في قطاع غزة، رأيناها، يعني لم يتحدث إلينا أحد، رأيناها بالعين تضرب في هذه المناطق. وهذه قنابل عمليا يعني بوصف الكثير من المنظمات الدولية هي قنابل محرمة دوليا، ولكن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في إطار يعني سياسة الأرض المحروقة، لا يريد لأي من التحركات المقاتلة للمسلحين في هذه المناطق. هذه القنابل شديدة الانفجار وشديدة الاحتراق، تبقى مشتعلة لفترات طويلة، وأيضا هي على شكل تطلق على شكل قنابل وثم تنشطر إلى عدة أجزاء وتبقى مشتعلة لفترات طويلة، يصدر عنها دخان يمكن أن يحدث اختناقا لأي أحد يتم يستنشق هذا الدخان. وبالتالي هي قنابل خطيرة جدا وتحدث احتراق في العديد من المباني، ويمكن أن يعني تسفر عن الكثير من التشوهات في الجينات المواطنين. عمليا بعد حرب عام 2008 رصدت الكثير من التقارير عن تأثيرات هذه القنابل المحرمة دوليا على النساء تحديدا الحوامل، تحدث تشوهات في الأجنة حينما يستنشقها أي من النساء، وخاصة أيضا الأطفال تحدث لهم العديد من التغيرات الهرمونية في الجسم. لذلك هذا تطور لافت أيضا في استخدام بعض الأسلحة وتجربتها هنا في قطاع غزة ضمن هذه الضربات الجوية التي نراقبها في كل مرة وفي كل منطقة في قطاع غزة. ما زالت سياسة استهداف المنازل أيضا قائمة على حالها. عمليا نحن نشاهد أنه أغلب المقار الحكومية جرى استهدافها في العديد من الأماكن، إضافة إلى المقار والمواقع العسكرية أيضا جرى استهدافها. ما زالت عمليا سياسة استهداف المنازل تضرب في كل المناطق في قطاع غزة وتوقع المزيد من القتلى والخسائر والدمار في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي. عمليا هناك مساحات واسعة كما تقول الجهات الحكومية في غزة محرومة منذ يومين وأكثر من إمدادات المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات والإنترنت، وهناك جهود كبيرة عمليا لمحاولة إيصال بعض هذه الخطوط إلى بعض المواطنين الذين ما زالوا يعني يتجمعون في مناطق وسط مدينة غزة وفي الشمال وفي الجنوب، ولكن بصعوبة بالغة، لأنه أساسا يعني مصادر هذه الإمدادات من الجانب الإسرائيلي وأيضا من بعض الجوانب الأخرى مثل مصر وغيرها قد قطعت أو تعطلت بفعل هذه الضربات الإسرائيلية. لاحظنا في الساعات الماضية أيضا تكثفا لإطلاق رشقات صاروخية بعيدة المدى تضرب في منطقة عسكلان، وأيضا الحديث يدور عن محاولات جديدة للتسلل عبر زكيم، وأيضا ما رصدناه في الساعات الماضية من استهداف لقيادات المكتب السياسي لحركة حماس، زكريا أبو معمر ويعني جواد أبو شمالة
2 من أعضاء المكتب السياسي تم اغتيالهما في هذه الضربات المستمرة. وهناك جهود عديدة عمليا تبذل في محاولة من جميع الأطراف العربية والدولية لإمداد غزة ببعض المساعدات وفتح ممرات إنسانية لدخول المواد الإغاثية والطبية إلى مستشفيات القطاع التي تعاني عمليا من اكتظاظ الضحايا والجرحى من المواطنين المدنيين. حتى اللحظة من قطاع غزة مراسلنا حازم البنا، شكرا جزيلا لك حازم. ونضال، ضعنا في جديد التطورات السياسية والمواقف للجانب الإسرائيلي، خاصة مع ما يحدث من حوادث أمنية متفرقة وعمليات تسلل مستمرة على الجبهة الشمالية. نضال، نعم، أولا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، هنالك رصد لسقوط صواريخ في بلدة شلومي ومحيطها في مناطق مفتوحة وفي إحدى المستوطنات الصغيرة القريبة منها. الآن الجيش الإسرائيلي يقوم بالرد على مصادر النيران بنيران المدفعية، هذا ما تؤكده مصادر الجيش الإسرائيلي لغاية الآن. سكان المناطق القريبة من الحدود الشمالية خاصة في منطقة الجليل الغربي طلب منهم من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بالبقاء داخل الملاجئ بسبب هذا القصف الصاروخي والرد الإسرائيلي. وهنالك تخوف طبعا دائما لدى الجيش الإسرائيلي من الرد على الرد من الأراضي اللبنانية، إذن هنالك حالة من التوتر الآن على الحدود الشمالية. لكن هذه حالة ربما التوتر هي ليست طارئ، هنالك وفق التحليلات من يعمل على جعل الأمور متوترة على الحدود الشمالية. حزب الله المقصود هنا في محاولة لإبقاء كمية ضخمة من القوات الإسرائيلية مشغولة كل الوقت وموجودة لأي طارئ على الحدود الشمالية، وبالتالي تخفيف الضغط عن حركة حماس وعن قطاع غزة في الجنوب. وفي الجنوب الآن تسجل مواجهات في منطقة أو في مستوطنة مفلسيم الموجودة بمقابل قطاع غزة، قريبة على قطاع غزة في منطقة الغلاف. هنالك الآن اشتباك بين مقاتلين لحركة حماس وبين الجيش الإسرائيلي، طبعا هذا الاشتباك يأتي تقريبا بعد 24 ساعة دون حدوث مثل هذه الاشتباكات في واحدة من مستوطنات قطاع غزة. ويبدو أن توقعاتنا صحيحة، يبدو أن هنالك خلايا ما زالت على الأرض رغم إعلان الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من السيطرة على منطقة حدود قطاع غزة. أيضا هنا وبحسب الأخبار أيضا نضال أن عدد كبير جدا من القوات الإسرائيلية وصلت إلى حدود القطاع من جنود الاحتياط، ما مدى دقة هذه المعلومة وكم الأعداد التي وصلت هناك تقريبا حتى اللحظة؟ القوات التي وصلت إلى منطقة الاشتباك أم جنود الاحتياط عموما في محيط قطاع غزة؟ في محيط القطاع عموما. يعني إسرائيل جندت نحو 300 نعم إسرائيل جندت نحو 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي. هنالك الجيش النظامي في إسرائيل الذي يبلغ تعداده نحو 170 ألف. قسم كبير من قوات الاحتياط ومن الجيش الإسرائيلي موجود الآن في محيط قطاع غزة، ربما نتحدث عن مئات الآلاف. ليس كل الاحتياط الإسرائيلي الذي تم تجنيده يتم جلبه إلى غزة. أولا قسم من هؤلاء تم إرسال هم إلى المناطق الشمالية كما قلت للحفاظ على المنطقة الحدودية مع لبنان والتي ربما تثير قلق إسرائيل أكثر مما يجري في الجنوب. ثم أن هنالك قوات احتياط يتم استبدالها بقوات أو تستبدل قوات من وحدات النظامية في الجيش الإسرائيلي الموجودة في الضفة الغربية. على طول أشهر عديدة كان يتم كل الوقت تعزيز القوات في الضفة الغربية بسبب الأوضاع الأمنية هناك، ووحدات نخبة إسرائيلية كانت موجودة في الضفة الغربية. الآن يتم استبدال هذه القوات بقوات احتياط وإرسال
الوحدات النظامية والوحدات الخاصة إلى محيط قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي لا ينشر عن تعداد قواته هناك، لكن هنالك قوات ضخمة جدا، على الأقل هنالك أكثر من 100,000 جندي الآن في محيط قطاع غزة وفقا للتقديرات العسكرية. كنت أتحدث قبل قليل عن احتمال حدث أمني هنا في مقر بالقرب من مقرات الحكومة الإسرائيلية في القدس. نحن شهدنا وجود أو قدوم كميات كبيرة وأعداد كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وقوى الأمن إلى المنطقة التي لا تبعد عنا كثيرا، يعني نحو نصف كيلومتر تبعد عنا. الآن تبين بأن الأمر يعني انذار كاذب على الأقل، لكن هذا مؤشر إلى مدى الحساسية ومدى التخوف الإسرائيلي من أي حدث أمني. مثلا على الحدود الشمالية شهدنا اليوم تحذيرين ربما من حالة تسلل من الحدود، سواء من الأراضي السورية أو من الأراضي اللبنانية، ليتبين بأنها إنذارات كاذبة، لكن هذا طبعا بسبب التوتر الأمني ورفع حالة التأهب إلى الدرجات القصوى لدى كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. من القدس زميل نضال كنعنة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات نضال.